تبارك الله. مرحبا بكم. وهنايا كاين واحد الطوال فيه شاشه فيها الضربيه وفيها يا الدراري يا البنات. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. ماما خوتي، الفيديو ديال اليوم هو اننا غادي نوريكم الدار الجديده ديالنا في تركيا. ماما خوتي، الدار الجديده ديالنا لقيناها بزز اخوتي، علاش حنا كنقلبوا باش نلقاو الدار الجديده، ولكن قبل غادي نمشيو بعدا نفطروا وغادي نمشيو نشريو شي حوايج خاصين للدار، نمشيو نتغداو شي لعيبات ومن بعد نمشيو نديرو جوله في المنزل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش تلقاو اي جديد. اي تكافو لكم كاملين، ليتس جو. اسكيتا، واخيرا غادي نجربوا الفطور التركي، حيت اخوتي شنو كيوقع لنا؟ كنفيقوا حنا معطلين شويه، هما واقيلا ال10 ال11 كيساليو، 12 كيساليو كاع 12 صافي، وحنايا شنو كنديروا؟ كنتعطلوا مع جات في الدار داك الشيء، واخا كنفيقوا بكري ما كنخرجوا من الدار. هكاك، داك الشيء علاش اليوم لقينا واحد القهوه كدير واخا دابا تقريبا 12 ياك، واخيرا غنجربوا التركي. دابا غنجربوه لاول مره، غنشوفوا واش غيعجبنا ولا ما يعجبناش. او وصلنا خوتي الفطور، شوف كيفاش داير تبارك الله، هادشي ناضي. المهم اخوتي، علاش كتشوفوا اخوتي انا شاد الشاي واسكيطا شاد الليمون؟ لحقاش هي ما كتبغيش الشاي التركي وهو مهم في الفطور، وحتى انا ما كنبغيش، ولكن اخوتي ضروري نشدوا حداش مهم في الفطور ديالهم. وشنو كاين اخوتي هنايا؟ شوف الزبان كاين هنايا، الخيار كاين، مطيشه كاين، هاد الربيع هذا غير زواق، بيضه مسلوقه، الزيتون والكاسير، طرف ديال الكاسير. وهنا شوف كاينين شنو سميت هادو؟ واش هذا الجبن؟ هذا ماشي جبن، هذا الجبن، ياك؟ هذا العسل، وهذا الكوفيتير. واو، هادو ما تقاش تضيع، كل مره تحل هذاك. شناهي؟ هو انني شفتهم حنا في تركيا بزاف كيفطروا بهذا، بهذا ما عرفتش علاش، ساندويتش. داكشي علاش خداتو اسكي طماطيشه؟ مطيشه والخس والخيار والجبن. واو، غادي يعجبك انت اسكي طا، كيعجبك بحال هادشي انت. المهم اخوتي، كما قال لكم اسكا ضروري عندهم في الفطور كيخصهم الشاي، ولكن انا ما عنديش مع الشاي ولا ما عجبنيش. اسكي طا ما عندهاش مع الشاي، داكشي علاش خدات الليمون. المهم اخوتي، دابا غادي نجربوا هذا الفطور هذا وغنشوفوا كيفاش يجينا، واخا ما كاين ما احسن من الزيت واتاي والخبز. راسك ما لاحظتش واحد الحاجه؟ حنا دابا مثلا طلبنا في شي بلاصه، هما هذه واش حنا زعما مثلا هي كنمشي شي بلاصه كنشريو الحريره والبيض وداكشي، كيعطيو لنا بيضه مقشره، كيعطيونا البيضه مسلوقه هكا ما مقشراش، وهذه حتى هي مقشره، حتى هذه ما مقشراش، هي بيضه كتبان لي واش مقشره. اي هما البيض ديالهم بيض، ما عرفت علاش حنا صفر. كيفاش بيضهم بيض وحنا بيضنا صفر؟ اوه اسكيتا غادي تذوق ساندويتش، زعما يعجبك اسكيتا؟ يقدر يعجبني، يلاه عطيتي شي خيلوطات كيعجبوني. يلاه عطيتي شي عطا تكون ناضي، يلاه سيري سيري. اوه ما 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 تبارك الله، صالحة باينة فيه غيكون ناضي اخوتي. شو جات كيتفرج فينا؟ شو جات جات؟ يلا سير اسكيطا، كي جات؟ عجبك؟ لا الجبن فيه مالح ياك، ولكن زوين نايس مع هذاك العصير. يا سلام، انا لا اخوتي اقسم بالله الا كنقول لكم بلي هذا الفطور هذا ما غناكل منه والو من غير هذا الكوفيتير وهذا الشيء. حتى البيضه ما كناكلش، ما كياكلش مطيشه خضراء، ما كياكلش خيار خضر، ما كياكلش البيض مسلوق، ما كياكل والو. واش ما تاكل انت؟ انا ما تنجيب نقول لي جيب لي شي كرواسون ولا شي حاجه خاطر انا يلا شديت هادشي ما كناكلوش. خوتي والله الا بقى فيا الحال بالله عرفتي علاش؟ لحقاش انا هادشي ما كناكلوش. فراسكم اخوتي، انا ضربت النص ديال هذا وباقي كنضرب، وانا كليت مطيشه كليت داكشي كامل اللي تماك، وانا اخوتي هادشي تاتي دقتو غير ما عجبوش. واحد اتي كيداير واحد المذاق انا ما عجبنيش، انا التذوق ديالي ما عجبنيش هذا. المهم اخوتي، داكشي علاش شنو غادي نديرو؟ عليا غنمشيو نتغداو، تنمشي للدار ونفطر، بقى بالجوع مسكين. حيت اخوتي باقي خصنا شي حوايج نمشيو نتغداوهم، وباقي خصنا نوريكم الدار. يلا ليتس جو نمشيو. الخو دابا كملنا الفطور، الحمد لله. اسكا ما فطرتش؟ انا ما فطرتش، وتخيلوا معايا اخوتي، فاش كنا كنمشيو للمغرب اسكيطا ب 100 درهم كناخذ جوج ديال الفطورات، ياك؟ وفطورات ناضيين بالبيض بكل شيء بالعصير. داكشي مغربي، داكشي مغربي وواعر، ولكن هنا شتو اخوتي في تركيا فاش داير؟ 125 درهم، تخيلوا. انا صراحة عجبني. هي عجبها انا اخوتي صراحه، الثمن سمعوا الثمن ماشي مناسب، انا غير كنوريكم هذا الشيء. الثمن طالع شويه ولكن ماشي شويه، طالع بزاف. نورمالمون بحال هذاك الفطور خصو يكون شي 50 درهم ولا 60 درهم، 60 70 كاع هكاك. داكشي علاش انايا جاني الفطور غالي. اسكيطا شي حانوت عنده جميع انواع الخضر كيف ما كتشوفوا اخوتي. انت اخوتي كتشها غير تقدا الخضره وتمشي تنصب شي طويجين ولا شي كامله، ولكن دوماج ما عندناش طاجين، ولكن ان شاء الله غادي ندبروا على طاجين وغنديروا طاجين هنايا في المغرب. المهم اخوتي هنا، شو 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 شو
تبارك الله. دابا غناخذوا شوف واش غناخذوا بالضبط. اول حاجه غناخذ البصله. البصله هذه بصله بطاطا ايه والبصله والدنجال والفلفله وماطيش. هادشي اللي كنحتاجو حنا صافي. حيت داكشي الاخر اخوتي ما كناكلوش حنا. المهم دابا اخوتي غادي نشوفوا بشحال بعدا الاثمنه هما الاولين باش ما نتقلبوش بحال ديزير. خوتي بطاطا دايره ب 25 ليره ها هي تطلع لكم هنا بشحال. والبصله خوتي دايره ب 15 ليره وغطى لكم حتى هي هنايا. اما بالنسبه للدنجال اللي داير بحال هكا خوتي داير ب 65 ليره هو الغالي فيهم. اما الفلفله بكل انواع ديالها دايره اخوتي ب 50 ليره. بالنسبه للمطيشه اخوتي هذه دايره ب 45 وهذه دايره ب 50 واشكيطا بغات هذه. ما هنايا اخوتي كاين الربيع كاين بزاف ديال الحوايج كاين الحامض كاين النعناع. شو 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 النعناع ديالهم كي داير واو. ولكن دوماج ما عندناش اتاي حتى يجينا اتاي من المغرب عاد ديك الساعه اخوتي غادي نشريو النعناع. مرحبا بكم. المهم دابا دخلنا للدار نسدو بعدا الباب اخوتي طق يلا اشكي اول حاجه نوريهم دابا هي الصالون. الصالون يلا نوريهم الصالون. صالون تركي واخوتي سمحوا لينا الضو هنايا. ها شو 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 الصالون كيفاش داير. انا نوريكم حاجه بحاجه. هذا هو الصالون على هكا كيجي. كاينه تما التلفازه الدار مفرشه اخوتي. شو كاين هنايا جوج ديال الكنابيات وكاين تمايا كرسي وهنايا كرسي. ياس اسكيتا جلسي جلسي ورينا كيفاش جاتك الجلسه. اوه اوبا صراحه جيتي يا سلام ناضيه. المهم اخوتي هذا هو الصالون كاين هنا صالون موجي استعملتها انايا البيسي ديالي اخوتي. غادي نبقى نجلس هنايا وفينا نبقى نخدم وفينا نبقى نلعب الالعاب واللعيبات. المهم اخوتي وغادي نمشيو دابا فين فين نمشيو نوريهم الدوش. نمشيو نوريهم الدوش ومن بعد نوريهم بيت الضياف. دابا غنوريكم الدوش. واو بسم الله. المهم صراحه عادي هنايا دوش. ها هو اخوتي كاين دوش. المهم اخوتي كتدخل تسد عليك تما بحال غادي تريش. كاين هنا واحد المرايه الضو. اوه يا سلام المهم الدوش. المهم الدوش انتم راه عارفين اش كيكون فيه. الدوش ناضي. دابا يلا نوريكم بيت ديال الضياف. والصراحه هذاك بيت ديال الضياف هو اللي عجبني بزاف. بيت ديال الضياف مستقبلا يولي ديال جات. مرحبا بكم في بيت الضياف. اجيو عندنا اجيو. كاينين فيه جوج بلايص. ها هاد البلاصه الاولى البلاصه هادي والبلاصه الثانيه وهاد البلاصه هادي وفيه ماريو هنا. واوبا واو تا خوتي ماريو ناضي. شوف اخوت ماريو شنو درنا فيه. درنا فيه هادشي علقناهم وصراحه جاو واعرين اخوتي مرتاح. اريز بغيت نوريكم مزيان هنايا هادشي ديال جاد. اوه ملابس التقليديه اخوتي مازال ندير لكم فيهم فيديو هنايا في تركيا. وهنايا كاين واحد طوال كبير. شوف شوف فيها الزربيه وفيها واخا الزربيه خاصنا نصبروها ياك ضروري خاصها تصبر. المهم شوف دابا غادي نوريكم بيت النعاس. ولكن بغيت نقول لكم واحد المعلومه للاشاره فقط لاحظتها بزاف. دابا حنا ساكنين في عماريكو انه ما كيدخلوش السبر ديالاتهم للدار. كيخليو داك الصبابطهم ديال داكشي ديال الزنقه كيخليوه قدام الباب ولكن حنا كندخلوهم للدار. شوف هنا السبر ديالنا فين حاطينا خاصنا حنا نخرجوهم برا. غير هو الا كانت عندنا شي سبر ديال جوردان شي حاجه اللي غاليه ديك الساعه شي في الماريو انت كاع لا نعس حداك. المهم دابا غادي ندخلو فين بيت العاد. بسم الله واه شوف بعدا كيف هو كتدخل كتلقى هنا ماريو هنا خاوي في غير شي حويجات تما هكاك حويجنا كامل. ثاني حاجه كوافوز. اوه كوافوز نقي وراضي صراحه. شوفي بيت نعاس زويون زوين. عرفتي شنو خاصو؟ خاصو غير كوفرلي. كوفرلي اخوتي اشريو ليه كوفرلي ياك. وهنايا هنا ناصي حويجات لحقاش البالكو كاين الشتا كطيح بعض المرات. عاود ثاني مسخ مازال ما غسلتوش. خصها تغسل البالكو. المهم دابا شوفي اسكيطا هذا هو بيت نعاس. غادي خصنا نمشيو نوريهم. اكبر بلاصه في هذه لا شكون اللي كبير واش بيت نعاس ولا صالون؟ صالون 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 هو الكبير. ولكن باش اخوتي الدار زوينه تخيلوا معايا مفرشه ياك ورخيصه ولكن الثمن ما نقولوش لكم. هبطوا في كومونتيرات وقلوا قدروا الثمن والفيديو الجاي نقول لكم شحال الثمن. المهم دابا غادي نمشيو نوريوهم الكوزينه. هي اخر حاجه بقات لنا اصلا دابا الكوزينه. اوه يلا دابا الاشاره فقط راني جمعت الدار تقريبا كامله من غير شي بليس قليل
والكوزينه هي اللي باقي خاصني نضرب ليها واحد الفركه ديال بصحتي الصراحه مكرصه شويه، خاصني نهبط الماء عندنا صمتو، ما عارفين نحن المغربيات كي دايرين. ولكن اسكيتا باش الدار يكون فيها الثلاجه وماكينه الصابون وفيها البلاكارات بمعنو كلشي هو شوفي هما خاصنا شي معنى ضروري، ولكن هاد الكيسان اخوتي فيها براق فيها مهم كلشي داكشي اللي غادي تحتاجو اولا غتلقاه هي اصفار كلشي داكشي اللي محتاجه لي ضروري الاوليات فهمتي. ويخصني باقي انا طاجين وكوكوت وكسكاس واتاي خصوني بزاف الحوايج اشكا المهم داكشي كامل ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نجيبوه من المغرب. واخا حنايا راه هنا باقي لينا غير شي شهر ولا شهرين وغادي نمشي، ولكن المهم خصني داكشي واش حنا غندوزو في رمضان هنايا وما غاديش يكون عندنا داكشي اللي غنطيبو به الشهيوات المغربيه الاصيله. اوه المهم دابا اسكيطا هذه هي الدار كلشي وريناه لكم راه تبارك الله واعره ديال بصح كما قلت لكم خاصني غير نفركها واحد شويه بشويه بشويه حيت حنا يلاه جينا ليها غير البارح في الليل، البارح في الليل نقيتها شويه المهم حاولت نقيها وصافي عرفتوا ما يمكنش يكون دخلوا للدار الجديده يلاه دخلي ليها وتنعسوا فيها هكاك، نقيتها فركتها شويه عاوتاني وانتم عارفين اني معطقل بشويه بشويه كل مره نجبد الركينه حتى تنقى كامله وان شاء الله مره مره نزيد شي حاجه مثلا كوفرلي موين طاكدا المهم دابا هادشي اللي قلتي كامل كاين اخوتي، ولكن اهم حاجه دابا غنقولوا اليوم هي الخضيره شحال طلعت علينا ميك اخوتي كبيره ديال الخضره اللي غتكفينا حنا واقيلا شي سيمانه يعني ما احنا يا ما كناكلوش في العشاء كنديروا شي حاجه خفيفه غير الغداء والفطور ناكلوها شويه. صافي المهم دابا كشي اخوتي هنايا طلعت لينا 68 درهم اللي هي 207 ليره. شوفوا اذا جيتوا تركيا خاصكم غير تعرفوا عند من تقداو ماشي تعرفوا تمشيو للبلايص اللي فيهم اثمنه معلقين واخا فيهم اثمنه عقلتي ديك المره مشينا لعند داك اللي عنده الاثمنه معلقين. لا هو غادي حنا راه ما 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 عرفناش شحال دائما مشيتو شي بلاصه مشيتو لطرق مثلا طرق جيتو ليها حاولوا تقداو من البلايص اللي كيما قال لكم اش مكتوبه فيهم اثمنه ويكون مثلا خضره ما كتفوتش 50 ليره صافي هذا هو الحكايه ماشي حنا بحالنا مشينا شرينا ديك النهارات 200 ليره الفواكه خوتي. المهم دابا وريناهم الدار كامله ورينا لكم المنزل المتواضع ديالنا اللي غادي نعيشوا فيه وغندوزوا فيه رمضان وغندوزوا فيه المده كامله اللي عندنا في تركيا. المهم اخوتي نتمنى عندكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا بس لكم ايه طاقم فيكم كاملين وما تنساوش تفرجوا في هذا الفيديو تيطلعوا لكم هنا ديال عائله اشكا حتى هما وكنبغيكم كاملين لا ايه طاقم فيكم كاملين.